وقعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وصادرات البحرين مذكرة تفاهم على هامش تدشين برنامج رواد التجارة الإلكترونية في الخارج. هذه المذكرة تأتي انطلاقاً من رغبة الطرفين في إبراز الشركات الرائدة في مجال التصدير من خلال التجارة الإلكترونية، وتعزيز مساهمة التجارة الإلكترونية في الصادرات، ودعم وتحفيز الشركات والمؤسسات التجارية للتصدير للخارج من خلال التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى تشجيعهم على حول الرقمي ويعتبر هذا التعاون الذي يأتي ضمن تدشين برنامج رواد التجارة الإلكترونية في الخارج داعما لرواد الأعمال الجدير بالذكر أن البرنامج سيتضمن حلقات إرشادية متخصصة بمشاركة مجموعة من الشركات والمؤسسات الرائدة في هذا المجال ولا زال التسجيل متاحا للمهتمين بالمشاركة في هذا البرنامج